بعد فترات كتجي رؤية عند مخرج ما فيهاش أنا، واخا أنا مو الفرقة، ممكن أنا ما نخدمش في عمل آخر ديرو أمين ناصر، ما يمكنش، حتى أنا ما كاينش في هذاك، ما كاينش في في التوزيع الفني، فحنا هذه فرقة ديال ولاد الشعب، ولاد المغاربة كلهم، الفنانة كلهم المغاربة مرحبا بهم. فالوقت اللي كيتطرح عمل كيتختار ليه ممثلين، حنا هذا العام كاينين ممثلين اخرين وبغينا نفتحوا على الشباب، هذا هو، هذا هي الرؤيه اللي جيت بها انا وعجيب، ماشي قسينا شي حد او نزلنا شي حد، لا، حنا هذا عمل فكرنا ان نصاحبوا مع الشباب، نخدموا مع الشباب، هي فيها إفادة لنا أكثر ما هي إفادة لهم، لأن كنتعلموا منهم. أنا من نهار بديت التمرين ديال سدينا بزاف الحوايج عرفت، ولات واحد الإنرجي فيا أنا وعجيب، حيت كتشوفنا في الخشبة بحال عندنا 25 عام، ماشي حنا، هما اللي عطاونا هاد الإنرجي، فمزيان نفتحوا على نصري. ومرة أخرى يمكن شي عمل فيه مثلا خياري، فيه فايد، فيه جواد، فكلهم أنا كنشكرهم من هذا المنبر أن أعطاو المسرح الحي، ودائما حنا فخورين بهم لأن أعطاو بزاف الحوايج المسرح الحي. المسرح الحي دابا تركيبة جديدة وحويجات أخرين جداد، ونتمناو عمل أخر يكونوا فيها. شكرا لك. اسماعيل السلام عليكم، مساء الخير. اولا كنشكركم على الحضور ديالكم لمدينه مراكش، كتشرفونا، مرحبا بكم في مدينه مراكش. سؤال عندي الاسئله، اسماعيل رمزي صحفي دوليه للاعلام، اختياركم لمدينه مراكش اول دوره هذه اول عام. السؤال الثاني، شنو كتكتبوا بالعنوان ديال المسرحية ديالكم؟ مدينة. تمام. خلاص اولا العرض اليوم في مراكش ماشي هو اول عرض، ولكن اول مره غادي نديروا لقاء صحفي بهذا الحجم هذا حول العرض. لماذا في مدينه مراكش؟ انها مدينه الفرجه بامتياز، ماشي سهل تجي عند الجمهور المراكشي وتجيب عمل كوميدي وتنجح، لا خصك تفيق الصباح بكري وتوجد ليه باش ممكن انك تجي. نعرف جيدا الجمهور المراكشي، وايضا هذا يعني اصرار على ان نديرو يعني بوان دو بريس قبل العرض هنا في مدينه مراكش له رمزيته وله حجمه، ايضا حجم العرض اللي غادي نقدمو، خصوصا غنقدمو في البالي دي كونغري. كما كتعرفوا البالي دي كونغري ما كيقدمش فيه اي عمل بطبيعه الحال. بالنسبه لعنوان مسرحيه سدينا، هو عنوان له عده دلالات، له دلاله ديال العرض كتابه، له دلاله ايضا ديال العمل بحد ذاته، عمل اخراجي وعمل ممثلين، وله دلاله رمزيه. الدلاله الرمزيه هي كما قالها الاستاذ عاجل في احد الحوارات، هو سدينا باش نحلو، سدينا باش نحلو على افق جديد مسرح الحي، سدينا باش نحلو على تجربه جديده مسرح الحي، سدينا باش نحلو على نمط ونوع جديد من المسرح في المغرب، مسرح اللي مصالح مع الماضي ديالو، واعي بالحاضر ديالو
ويستشرف المستقبل. هكا خصنا نبداو نفكروا في المسرح ديالنا. ما عندناش قطيعه مع الماضي، ما كنديروش المسرح الذي يصنع، كنديروا الجمهور، والجمهور في هذا الوقت له خصوصيات معينه، له ايضا احاسيس معينه، له رؤيه جديده في الفرجه. حيت لكل بدايه نهايه او لكل نهايه بدايه. ما عندنا لا بدايه، احنا ما عندنا ما لا نهايه، ما كنامنوش بالبدايه والنهايه، كون امنا بالبدايه والنهايه راه مسرح الحي دابا في المتحف. لا، نحن نؤمن بان التجربه مستمره، ومستمره برؤيه جديده. صدينا. السلام عليكم. مراسل ومصور جريده الارض بلادي. واش ما خايفين من العزوف ديال الجمهور المراكشي على العرض في ظل غياب ان الجمهور لازم ينقص على المسرح؟ ما كاينش اخبار كبير. بالعكس تماما، اذا بغيت نقول لك انا انجح العروض الان، تنهضر على العروض الناجحه، يعني العروض اللي لها مستوى معين، راه انجح العروض كدوز هنا في مراكش مع الجمهور المراكشي. فقط اعطيه فرجه تحترمه، فرجه في مستوى غادي يتبعك وغادي يشجعك وغادي يدعمك. وحنا راه العرض ديالو بالمقابل ياك، وفي باري دي كونغري راه ماشي ساهله التجربه هذه، راه مغامره. حيت حنا الان كنقولوا بارك علينا من المجانيه في المسرح. لا سمحوا لي، الا بغينا المسرح يتطور، الا بغينا المسرح نشوفوه بهذا الحجم تبارك الله ديالكم اللي حاضرين معنا اليوم، وبهذا الحجم اللي جالس هنا في هذه المنصه هذه، فخصنا ندوزوا لمستوى اخر. هذا المستوى اللي كنشوفوه دابا، فرقه تحترم نفسها مع متعهدين وشركاء فنانين كلهم في مستوى كبير جدا، مع منابر إعلامية محلية ووطنية في المستوى، وكيتكلموا على الحدث، وكيتكلموا على العمل، وكيقدموا الفرجة ديالهم. والفرجة بطبيعة الحال ماشي جديدة، يعني ماشي يلا حنا غنختبروها. اختبرت في الرباط في مسرح محمد الخامس، وكان نجاح كبير جدا في مسرح في 1200 مكان، واختبرت ايضا في عرضين في الدار البيضاء، وكان تجربة ايضا ناجحة. اليوم نحن في المحطة الثالثة، كما كنقولوا ثالثة ثالثة. سؤال موجه للامين، الثقه ديالك في مجال العروض، واش كاين شي اثر خصوصا على ميزانيه مهمه؟ هو الاثر دائما كاين بطبيعه الحال، للاسف ماشي اثر كبير جدا، ولذلك كان نداء للسيد وزير الشباب والثقافه والتواصل انه يجب اعاده النظر في منظومة الدعم ككل. الشيء اللي استجب له بطبيعة الحال السيد الوزير مشكورا، وقام كانت واحد اليوم دراسي حول هذا الموضوع هذا من طرف مجموعة من يعني المهنيين والمختصين في المجال المسرحي، واللي الآن يعني كتوجه واحد منظومة جديدة للدعم المسرحي، وأيضا انفتاح على مجموعة من التجارب جديدة. الان مثلا تجربه نوستالجيا هذه مسرح المواقع، تجربه اللي قويه جدا، واللي عطات يعني نفس اخر للمسرح المغربي. الان حنا كنتحدثوا على تجربه مسرح الحي، تجربه مسرح الحي قامت بمغامره كبيره جدا. عرفتي شناهي؟ فقط توقف 27 عام، 27 عام يعني ديال الثنائي يعني عاجل وفلان، ويرجعوا برؤية جديدة من بعد 27 عام، ترجع بهذه الرؤية من بعد 27 عام، وتقدر أنك توقف الخشبة مع جينيراسيون واحدة أخرى، بتصور واحدة أخرى، وتحقق واحد النجاح معين، فهي بالنسبة لي أنا مغامرة كبيرة، خاص بزاف الناس يقوموا بها.
لأنه للأسف أحيانا تنقصنا الجرأة في التمرد على ذواتنا. أحيانا كنرتاح في بعض الأشكال اللي كتعجبنا وكنطمئنوا لها وما كنبغيوش نخرجوا من ديك لا زون دو كونفور نمشيو لحاجة أخرى باش نقدروا نقولوا أننا متصالحين مع الجمهور ديالنا، لأن الجمهور ديالنا الآن ما يقولش لي شي واحد راه ما قادرش ياخذ التيكي ديالو ملي كيجي عرض اجنبي ولا كيجي فنان اجنبي ولا كذا، راه كنشوفوا الاهوال والهواله ديال الجمهور وكيقطع به بمبالغ حقيقيه. ايوا فين اين هو نصيبنا نحن من الفنانين المغاربه من هذا الشيء؟ واش غنبقاو هذا الشيء كنتفرجوا فيه ولا ندوبوا حال حطيمه؟ يعني كيفاش وعلاش وكذا؟ نوضوا نخدموا، نوضوا نقلبوا فينا هو الخلل، ولا غنقلبوا فينا هو الخلل خصنا نبداو فينا حنا الاولين عاد نشوفوا الاخر.